نقول لك انا عيطات لي بنتي مع الثمانية، مشيت عندها يلا بركة كنضحك انا وياه شوي وعيط لي مول الدار، قال لي جري، قال لي راه الدار اللي حدانا رابت، قلت له انت ما طرالك والو دارنا ما رابت، قال لي راه تا هي في الخطر. هادشي خويا اللي كاين اش غنقول لك، وانا يا جاب الله مخرجه وليدات، كاين عمو الدار بوحده. هادشي وقع دابا بين شي ساعتين ديال الوقت، كنا دايزين من هنا والدار كانت بعدها كانت في السقوط، معلومة السلطة المحلية والسيد العامل والسيد القايد، كان جا القايد هنا دار البارير هنايا، نادو هزو البارير حيدوه ما عرفناش، عاود جا القايد هنايا، إذا كانت السلطة كانت دايرة الخدمة ديالها، وجور الحمد لله ما كانت لا سويقة لا دراري لا مديزين من هنا، الحمد لله ما كان الأضرار لا والو، لكن كان درب خاوي هما كانوا دراري صغار، كان الناس حاطين السلعة هنايا ديال مالي الدارنيت هي اللي دابا راه داخل وما يقدر حتى واحد يجبدها.